مرحبا بكم. موعد جديد في المحقق مع سلسلة مكتب التحقيقات. السلسلة اللي إن شاء الله راكم تعودتوا بها توا نرجعوا فيها كل مرة على جملة من الحوادث الجرائم اللي صارت، ولكن مش من منطلق الجريمة وإنما من داخل مكاتب التحقيقات متاع المحققين ومتاع الأمنيين. كيفاش توصلوا للإطاحة بالمجرم؟ شنية العناصر اللي يعتمدوا عليها؟ واليوم بتشوفوا كيفاش بصفة مذهلة مرايات نجم تكون محدة رغم اللي لا فيها لا بصمات ولا حد شيء، مرايات متاع نظر نجم تكون عنصر أساسي لتحديد من هو المجرم. أدعوكم للي مازال فيكم ما التحقش بمحبي ومشتركي القناة أنه يلتحق بالاشتراك بينا ويشغل الجرس باش نذكروه بكل جديد. إذا كانكم حاضرين وقيت ننطلقوا في هذه القصة الجديدة. حكايتنا الليلة إذن تنطلق نهار 19 جوان 1989 في أونتاريو في كندا. احنا في قلب الصيف، ولكن نهار الاثنين هو 19 جوان كان نهار بارد برشا، فيه برشا أمطار وأصلا عاصفة. لكن بالنسبة للناس المستانسة بكندا ولا اللي يعرفوا كندا يعرفوا أنه أغلبية طقسها هو طقس بارد، وإذا كان ما فماش ثلوج راهو فما أمطار، ومنهم خاصة ديبي تيملوك، سيدة عمرها 33 سنة، عندها بنية صغيرة عمرها 6 سنين تقريبا تعيش هي وياها، لكن ليلتها قررت أنها تخرج مع شوية أصدقائها، فهزت بنتها بحذا أمها وبوها ومشيت تسهر. يا حدود لهنا الأمور عادية، باش تروح مخر من السهرية ذيك علاش بنتها بس خليها تبيت بحذا دارهم. لكن في حدود الساعة 3:25 فجرا ديبي تتصل برقم النجدة 911 كيفو كيما رقم النجدة في الولايات المتحدة الأمريكية. اجريولي راهو دغرني، اجريولي راهو دغرني، يا مدام شكون اللي دغرك؟ اجريولي راهو دغرني. باهي انت وين يا مدام؟ انا في الادريسة الفلانية. باهي انا جايينك مدام. يتعلق التليفون، يحبوا ياخذوا من عندها اكثر معطيات، شكون اللي دغرها، كيفاش، شنو الحكاية. ما تحصلوا على حتى جواب لأنه التليفون متاعها اتعلق. إذن النجدة هذوما والشرطة بشي توجهوا لها بصفة سريعة على عين المكان. يوصلوا للدار، وفي الدار بشي يكتشفوا مشهد فظيع. أولا بشي يلقاوا فما سيدة ميتة وهي قريبة من التليفون، يظهر أنه هذه هي السيدة اللي كانت تطلب فيهم، تقريبا عارية بكلها، ثم بين وأنها كانت تتواصل مع التليفون أو كانت هي اللي جبدت التليفون باش حكيت بيه، ولكن حسب الطعنات اللي قاعدين يشوفوا فيها على بدنها فأنها نزفت كثيرا وعندها طعنة في القلب، وأدى كل ذلك إلى وفاتها على عين المكان. أول ما وصلوا لقاوها ميتة. بطبيعة الحال فهمت أنا نحكيه على ديبي، هي بيدها المتصلة قبيلة شوية برقم النجدة، هي اللي تلقاها الشرطة ميتة أو مقتولة. بالوقت يتم تطويق مسرح الجريمة اللي هو دارها، وتبدأ عملية الأبحاث. الملفت جدا اللي باش تلقاها الشرطة أنه باش تلقى كمية معتبرة من الدم ومن قطرات الدم هنا وهناك.
باش يمشيو في الدار من الصالة اللي هي فيها باش يمشيو للكوجينة. الكوجينة اللي باش يلقاو شباكها محلول ربما، لأنه المكان الوحيد اللي لقاوه محلول ربما القاتل دخل وخرج من هنا. الباب ما مسكر أمور واضحة، الشباك هو المنطقة الوحيدة، البلاصة الوحيدة المحلولة، وخاصة أنه دار دي بي في السوسول جاية، معناها هي الشقة متاحة في اللوطة، يعني ينجز لها للدار أي واحد دون أي إشكال. والشرطة قاعدة تفحص في مسرح الجريمة باش يلقاو بعض المؤشرات الأولى. في نكت الدم المنتشرة هنا وهناك وخاصة في الكولوار باش يلقاو فردة متاع شلاكتها ملطخة بالدم، وبحذا فردة الشلاكة هذه باش يلقاو لونيت، نظارات طبية. شوفوا معايا هذا الفيديو للمشاهد الأولى اللي التقطتها الشرطة اللي لقاته في دار ديبي. إذن كما شفتوا ثم نظارات هي زادة ملطخة بالدم، أما كان ركزتوا مليح مع هالمرايات، المرايات مش محلولة، معناها متاع واحد لابسها وتحت من عينيه خطرها ما كانش يتيح، محلولة كأنك كنت لابسها، المرايات مسكرة كأنه واحد كان حاططها في جيب وتحت. به يمكن ديبي هذه تلبس لونات، مش يشوفوا يسألوا، شافوا تصورها ما لقاوهاش تلبس نظارات بتاتا. بدات الشبهه تقول انه ربما النظارات ترجع للقاتل متاع ديبي. رجعوا لشباك الكوجين، حبوا يشوفوا اذا النظريه اللي قالوها صحيحه، القاتل نجز من الشباك باش دخل ومن الشباك عاود خرج. عملوا نفس العمليه، واحد طلع على الشباك ونجز منه ومن بعد رجع. وبش يلاحظوا هنا انه فما كعبة طماطم مغفصة تحت الشباك، كعبة طماطم باينة مغفصة بصبات وإلا سبادري. شفتك الطابع متاع الخطوط متاع السبادري ولا متاع الصبات، القوة في كعبة الطماطم. بل أكثر من هك، كعبة الطماطم القوا فيها كي حرف الاس مكتوب، يشبه الحرف الاس مكتوب، يعني الصبات ولا السبادري اللي عفس عليها كعبة الطماطم فيه حرف اس في هذا الشكل على الأقل. ركز معي مليح، شفت ساعات الدقة، كعبة طماطم مغفصة باش تصورها الشرطة وتهزها وتعتبرها دليل ينجم يوصل المجرم. ها؟ شوفوا الدقة في البحث في الأمور. هزوا ساعة هذاكم بعثوهم للطب الشرعي باش يقول لهم مثلا النظارات الدم اللي فيها متاع شكون، هل هو دم الضحية ولا دم شخص آخر، ثم فماشي بصمة نجموا نلقاوها في النظارات. ثم كيف بعثوا التصاور اللي عملوهم لكعبة الطماطم باش يشوفوا ينجموش يحددوا نوع الصبات ولا نوع السبادري اللي عفس على كعبة الطماطم. في الأثناء زادا حلوا الكتاب على حياة ديبي. أول حاجة باش يتفاجئوا بها أنه ما زال كي تم سماعها في قضية ستؤدي إلى سجن صديقها السابق. ديبي سمعتها المحكمة من مدة في قضية تجارة مخدرات متاع عشيرها السابق رون، وبناء على الشهادة متاعها رون حكم عليه ومن معه بخمس سنوات سجن.
تبي حكيت اللي فعلا كي سالوها على اسم بطو تقول لي هي تعرف اليرون كان موجود في هكا البطو وقلها اللي هو عدى فيه مدة طويلة قرابة الشهرين وبالتالي أكدت أنه كان موجود فوق البطو اللي الشرطة لقات فيه كمية كبيرة من الكوكايين. والنتيجة كانت الحكم على رون ومن معه اللي كانوا موجودين في هالبطو بالسجن 5 سنوات. بالتالي نظرية الشرطة سهلة، رون ربما يكون هو من قتلها أو من دبر عملية قتلها. جاي يشوفوا الساعة خذشي صراح شرطي، خذشي خروج استثنائي، القاوها مازال في الحبس ويعدي في عقوبته السجنية وما خرجش بالكل. بيه قالوا يظهرش كلم شكون في التليفون ووصى عليها شكون، جاو شافوا الاتصالات متاعه ما لقاو حتى أثر الاتصال ينجم يكون مع شخص كلفوا بأنه يقوم بتصفيتها. بيه يظهرش واحد من المجرمة اللي بحذاه اللي تفاهم معاهم أنهم واحد منهم مثلا كي يخرج يقوم بتصفيتها. جاو القاو الجروب الكل مازال في الحبس ما خرج منهم حتى واحد، وبالتالي بصفة آلية وصلوا إلى أنه رون هذا ما ينجمش يكون عنده علاقة باللي صار لدي بي، وتم إقصاء هذه الفرضية. باش يجيو يشوفوا زادة من ناحية طليقها، ما همشي باش يلقاو حتى نتيجة لأنه يسكن في منطقة أخرى وما عاد يجمعوا بها حتى شيء إلا الحضانة متاع بنتهم فقط، لا فما تواصل ما بيناتهم ولا هم يحزنون. مالا شنو اللي صار لك يا ديبي؟ علاش واحد يجي يقتلها في دارها ماضي 3 متاع الصباح وهي لا تعرفه لا يعرفها، لا سرق من عندها حاجة ولا هم يحزنون، كيفاش وعلاش؟ رجعت الشرطة لنقطة الصفر بعد أسابيع من البحث عن كعبة طماطم مغفصة ونظارات. نتيجة متاع التحاليل بدأت تصدر، النظارات الدم اللي فيهم هو فعلا دم دي بي ولكن ما فيهم حتى بصمة. صعبة العملية. بدأت الشرطة تحاول تفهم شكون الموجود في المحيط متاع دي بي. مش تلقى أنه في السجلات اللي عندها في الباز دو دوني متاعها في قاعدة البيانات تلقى واحد اسمه جيمس براون يسكن مش بعيد على دي بي. علاش جذب انتباه الشرطة؟ لأنه لقات الشرطة أنه عنده سوابق في السرقة وفي الاغتصاب. استغربت الشرطة خاطر جيمس براون هذا هو من الرياضيين اللي كانوا في وقت ما رياضيين بارزين. لكن شوف ساعات الأهمية متاع السجلات، شفت كي بدأ عنا السجلات ونبدأ نعرف تسهيل العملية. أحيانا القاو عندهم جريمة قتل ونسيت باش نقول لك سبقوا اغتصاب القتل، القاو تم الاعتداء الجنسي على دي بي لكن ما لقاوش حتى آثار تنجم توصلهم للمجرم. بالتالي كي لقاو رواحهم في هالوضعية أول حاجة نشوفوا الناس اللي موجودين في الأحواز، خاطر عادة الضحايا يكونوا ضحايا ناس قراب منهم، إما قرابة أسرية أو قرابة متاع صديقة أو قرابة متاع محيط. من النادر أنه مجرم يمشي يعمل جريمة على بعد 600 كيلومتر من داره، عادة يعمل جريمة مش بعيدة ياسر على داره 30 20 50 60 كيلومتر. أما جيمس براون
يسكن على بعد أمتار من ديبي، هو جارها. ترى خلينا نمشي ونتفقدوه بربي هذا جيمس براون. سي جيمس، أي عايشك، حبينا نعرف نهار 19 جوان شنو كنت تعمل؟ كيما كل يوم كنت في داري في الليل نسهر نتفرج في التلفزة. عندك شكون شاهد؟ لا لا، كيما كل يوم ما عنديش شكون شاهد، ما هذه حياتي معناتها من مدة وأنا عايش بهذه الطريقة. الحقيقة الشرطة بناء على السوابق متاعو حبت تجبد اليونيت وتجرب معاه تجربة، تجيبوا له سيدة على أساس ممرضة باش تحكي معاه شوية، تتجاذب معاه أطراف الحديث، وتجبد له اليونيت اللي لقاوها في مسرح الجريمة وتقول له بربي يا أخي اليونيت هذه متاعك، شوفوا معايا هذا المشهد اللي جينا من التحقيقات. No, they're not. إذن جيمس براون قال لا، معناها اللونات ماهيش متاعي. إيه انت عندك لونات سي جيمس براون؟ لا لا، ما عنديش لونات. هو لقينا لك صورة قديمة وانت لابس فيها لونات. هي عندي لونات روبو، معناها لونات ترك حنظر وكاو، مش متاع نقص متاع نظر. اي هو راو كي تجي تشوف احنا اللونات اللي لقيناها هي زادة لونات روبو. اي ما ماهيش متاعي في كل الحالات، دونك الموضوع محسوم. بالنسبة لي الموضوع محسوم وأنكر تماما. بالنسبة للشرطة هنا باش تبدأ أصعب عملية في هذه القضية. الشرطة ما نجمتش تفهم اللونات متاع جيمس براون وإلا لا، ما عندها حد شيء. الشرطة عندها عفسة متاع صبات ومرايات، يلزمها توصل للمجرم من خلال عفسة الصبات والمرايات. أحد الخبراء باش يعمل تجربة جهنمية باش يتوصل بها لنتيجة مذهلة. باش ياخو اللونات وياخو التصويرة اللي تصورت جيمس براون وهو لابس اللونات، وباش يحدد من خلال بلايس انعكاس الضوء متاع على عينيه، على القرنية متاع العينين، باش يحدد بالضبط المسافة اللي موجودة بين العين والعين، ثم باش يحدد بالضبط تقريبا النقص اللي موجود في العينين. يعني قلت لك تجربة مذهلة تتسمى صارت في تلك السنوات، يثبت بها الطبيب أنه هذه النظارات هي نظارات جيمس براون. هو ما زال منكر، ولكن الشرطة بهذه المعطيات تحصلت على إذن من عند النيابة العمومية بتفتيش داره. وأثناء تفتيش داره القاوة سبيدري، سبيدري في حاجة تشبه للأس، نفس الشكل الهندسي اللي لقاوه موجود في كعبة الطماطم المفطسة. لم يبقى الأمر بهذه الصفة، بالنسبة للشرطة أصبحت لديها المعطيات الكافية في علاقة بهذه الجريمة، خاصة وقت اللي باش تزيد تكتشف الشرطة أنه جيمس براون حاول عديد المرات أنه يتقرب من دي بي، ولكنها كانت دائما ترفضه. بهذه الطريقة ورغم عدم اعتراف جيمس براون
فأنه القضاء اعتبر أنه مذنب واعتبر أنه هو اللي قام فعلا بقتل ديبي. وفي جون في 98 بعد عامين تقريبا من الجريمة اللي صارت في حق بنت 33 سنة حكمت المحكمة ب 25 سنة سجن في حق جيمس براون. جيمس براون اللي طيحت وفي نهاية المطاف لونيت عليها انعكاس للضوء وكعبة طماطم مغفصة بواحد من صبابته. نستنى تعليقكم على هذه القضية. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.